أرحب بكم جزيلا ونشكركم على تلبية الدعوة وتحمل عناء السفر، وهذا يدل على الروح النضالية والغيرة على هذا القطاع وعلى أبناء القطاع بالجهة الشرقية. تحية نضالية عالية، وأشكر جزيل الشكر على مشاركتكم في هذا الاجتماع، وأشكر الحضور الكريم ثانية، وكذا كتاب النقابات لمختلف قطاع النقل، سيارات الأجرة بصنفيها، حافلات النقل العمومي، سيارات الإسعاف. يعتبر قطاع شاحنة النقل لبنة أساسية في منظومة النقل ببلادنا، وذلك بالنظر للخدمات التي تقدم للمواطنين والإسهامات الفعالة من تحريك دواليب الاقتصاد الجهوي والوطني، وكذلك المساهمات أيضا في التشغيل كما يتجلى ذلك من خلال الأعداد التي تشتغل به. ولذلك فإن القطاع يحتاج إلى إصلاحات عميقة تتماشى التغييرات السوسيو-اقتصادية التي تمر منها البلاد، وهي إصلاحات مؤسسات يجب أن تشمل القوانين والتشريعات الجارية بها العمل في قطاع، وهي إصلاحات مؤسسات يجب أن تشمل القوانين والتشريعات الجارية بها والعمل في قطاع النقل بواسطة الشاحنات مقارنة مع القطاعات الإنتاجية الأخرى، بالإضافة إلى الإصلاح التي من شأن ضمان وتعزيز المهنة والمهن داخل القطاع، والذي أصبح يعرف الانحراف الحاد جراء تحول نظام الصفقات الذي تم العمل به كوسيط لضبط القطاع نحو نظام ريعي بامتياز نتج عنه السوق غير قانوني للاستغلال المباشر للامتيازات. فلهذا السبب الأصلي من هذا الاجتماع هو واحد الانطلاقة لهذا القطاع اللي هو كيمثل الشرايين تاع اي دوله. قطاع النقل ملي كنهضروا على قطاع النقل بأمته كنهضروا على واحد القوه اللي كيستافد منها كل شيء. اللي ما كيستافدش الواحد من هذا الشيء هو قطاع النقل، وعلى تناقض كبير. علاش؟ لان سببنا تفرق ديال ارباب الشاحنات والمهنيين، كل واحد كيبغى وخلينا تبقى كيتكل علينا واحد المثال كنقولوا له حنا كاملين خبز الدار كيجي ياكلوا البراني. علاش خبز الدار كيجي ياكلوا البراني؟ لان بقى واحد الساحه قدامه خاليه كيدير فيها اللي بغى له وكيديها له وبدا كيديها له وبدا كيمشي لها. علاش؟ التفرق ديالنا. لهذا كنشكركم بزاف على هذه المبادره نتاع الاجتماع البدايه ولا اللقاء حل وجدري نبداو منه من دابا ونعادوا بيناتنا بانه ودي ومتفقين كاملين بعدا مبدئيا على واحد القضيه بانه القطاع راه غارق. تسول مول الاسيزي يقول لك راني غادي للحبس، تسول مول لاباني يقول لك اودي لا يلاه انا راني الشوافريه ديالي راني معاهم في المحكمه والله يحسن عونهم راه خصو ما ياكل وانا راه خصني نخدم باش نخلصو. هذا المشكل كاين، ولكن السؤال اكي غادي نخرجوا منه طوفان دخل للدار، ولكن كي غادي نديروا نخرجوا منه؟ هذا هو السؤال المطروح، وهذا هو السؤال اللي نجريو له كاملين دابا بالمشوره ديالنا، لان تجمعنا غير الناس تاع القطاع، الناس اللي كيهمهم الامر. مادام تجمعنا احنا اللي كيهمنا الامر، والا خصنا نخرجوا منا هذه المجمع ديالنا بواحد الحل، حل جذري قانوني. حنا سمعنا كاملين بان كاين دعم تاع الشركات، كاين دعم تاع الكازوال المهنيين. دابا لو كنسول الاخوان كاملين جميع القطاعات، لا الحافلات ولا لا 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 اي قطاع كيتعلق بالطريق ما عنده حتى علاقه بالدعم. علاش؟ واش حنا ما كنتسماوش مهنيين؟ ما كنتسماوش ارباب شاحنات؟ ما عندناش حنا شنو؟ هذا الشيء اللي كاين، وهذه المساله راه حنا وصلنا لواحد المساله اللي يرتلى ملي كتوصل اللي كتسولو كيقول لك راني غارق، يعني كنعاونو على بعضياتنا ما كاين علينا متعول. هادشي اللي عطى الله والسوق، كتسول صاحبك يقول لك لا اله الا الله، تسول اخر يقول لك لا اله الا الله، يعني المساله راه ضدنا كاملين. هادشي راه واحد الفساد، واحد الكلوبيه اللي دخلت وخصنا كاملين نبحثو فيها منين جات، ومواش هما الاهداف ديالها مور هادشي. منين حنا كاملين هاد الناس يمشيو يخربوا شنو هو الهدف ديالهم؟ وعلى هذا الاساس وفي اطار المساعي الحثيث التي نهجتها النقابه الجهويه لارباب ومهني الشاحنات منذ انشائها، حيث كانت المطالب دائما
وضع إطار قانوني وواضح يرقى بالقطاع للبلوغ أمان وتطلعات أرباب ومهن القطاع وكذا تطورات العصر. إلا أنه لم تكن لدى جميع المسؤوليين والحكومات والمتعاقبة نية حقيقية وواضحة لتسوية هذا الملف الحساس نظرا لارتباطه بنظام اقتصادي الريع، حيث كان ولا زال للوب الفساد تأثير وواضح على إبقاء الوضع على ما هو عليه. الناس بغونا نبقوا هكا وبغونا نزيدوا الهدوء باش نقدروا نطلعوا، خصنا نتعاونوا واحد يشد واحد. إذا ما وصلناش لهذه المرحلة نتاع واحد يشد واحد ما غاديش نقدروا نطلعوا. وهذا الشيء ما كيرضيش حتى الخطاب نتاع صاحب جلالة الملك نصره الله، مرجع الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2008 بمناسبة الذكرى 55 لثورة الملك والشعب، اللي شرنا بزاف نتاع الإشارات وواحد النقطة اللي قالها لنا وما بغيناش نسمعوها وهي اليقظة. اليقظة للجميع، يعني راه المسؤولية راه كتلم الجميع. هاد الفساد وهاد الشيء اللي راه واقع راه خصنا كاملين نشيلوا لها، وحتى يتم الحد من تداعيات هذا الاقتصاد الجهوي على اعتبار انه يشكل احد التحديات المطروحه من اجل الحسم النهائي في ملفات الفساد والمفسدين، وكذلك استغلال صفقات مشبوهه التي توزع وتمنح لاشخاص ليس لهم اي علاقه بالجهه الشرقيه. هاد الناس اللي ما عندهمش علاقه بالجهه الشرقيه وتفرق هذا المغرب بالجهات، علاش يجيو يدونا الخبز ديالنا؟ حنا اولى ليه؟ الا غادي تجي انت يا تجي الكاميونات وتجي تخدم وانا عندي الكاميونات، علاش؟ هاد السؤال خصو يتطرح. المازوت انت كدير بحالي، انا كندير بحالي، انت كتخلص لاسيرونس تاعك كتخلصها، كتخلص انت لافينيات كتخلصها، عندك لاكارت مغربي الله يا ودي انا مغربي، وعلاش انت غادي تجي من الدار البيضاء وتقبض المشروع في العيون؟ وانا ساكن في العيون والوزير تاع العيون ما خلانا لا نحلتو لا نستافدو من الاراضي ديالنا ولا حتى شي لعبه. الناس كاع اللي محيطين بالشركه تاع الاسمنت انتم كتعرفوها كاملين مراضين، واش هاد الناس اللي مرضوهم هاد الناس بالمنتوج ديالهم اللي كيستافدو به هما وجايين من السويس والله الله اعلم منين جاو؟ ماشي معليش يجيو، معليش يستثمروا في بلادنا مزيان، هاد الشيء مليح ولكني ماشي على حسابنا احنا، باش هو غادي يعقد واحد الصفقه سريه وما كتشجعو حتى شي حاجه، وهو لاهداف اخرى الله اعلم. الا حنا رحنا توصلنا لواحد اللقاء مع السيد الكاتب العام المحترم ولايه وجده، وكان واحد النقاش اللي وصلنا له وطرعنا بزاف مع الحوايج، والرد ديالهم زعما كان في المستوى، لانهم تاهما كانوا كيشوفوا كما نقولوا حنا الحوايج من برا، كيشوفوا غير القشره ما كانوش يشوفوا اللو. ملي كيشوف السيد في كات كات ويشوف عنده كاميونات كيقول هذا راه هو با في المغرب، بصح ملي وصلنا قلنا هذاك مول كات كات ومول الكاميو هو اللي متبوع، لان علاش؟ المهني راه كيكمل الباترون رب الشاحنه، ولكن راه رب الشاحنه كيكمل السائق، الى مشى رب الشاحنه غطس كي غادي يوقع السائق؟ تا هو غطس. قال لك اسيدي هذا الشيء راه ما كناش كنعرفو، قال لك ديروا تعاونيه اللي تشمل هذا القطاع كما نقولوا حنا بالدارجه من البيرلي حتى للرموط، كاع حد الناس اللي عندهم شاحنات وعندهم حق في هذه الجهه وكينتميو لها غتكون مساعده اللي كتشرف عليها الولايه تاع وجده، الخدمه تاع الجهه عندنا حق فيها. هاد الناس المسؤولين نتاع لوزين كاين القباش نتاع الناظور اللي جات ديك المرصى، وكنا كنسمعوا سيدنا صاحب الجلاله بان هذيك المرصى غادي تنقدنا، وكنا كنعانيو كنخلصوا السائق ومريحين وكنسناوها فوقاش تبدا. النهار اللي جات قال لك انا ما عندي ما ندير بكم، انا عندي الماتيريا ديالي وعندي الناس ديالي اللي جايبهم من اسفي. السي محمد انت ملي جايب الناس ديالك وجاي انت، حنا علاش حنا نقولوا حنا حنا حنا؟ يعني حنا ما كاينينش، وخصنا نكون نعرف واش حنا كاينين ولا ما كاينينش. ياك اسيدي غادي يكون استدعاء ديال المدير نتاع مكتب الكهرباء، واستدعاء نتاع المدير نتاع ابو نصير، واستدعاء السيد المدير نتاع الشركه تاع قباش، وغادي تكون هاد الاجتماع غادي يكون في حضره السيد الكاتب العام المحترم، غادي تكون في الحضره ديالو، وغادي يكون كقاضي
منصف اللي في القانون غادي يطبق، واللي برا القانون كان نتمنوا انهم يكون اجتهاد، لان الا ما كانش اجتهاد ما غاديش نوصلوا لواحد الحل اللي يخرج هاد الناس من هذا المشكل. لهذا احنا عندنا مطالب بسيطه وملموسه، لا بالناس المسؤولين ولا بالناس المجموعين. ايجاد احترام العمل النقابي كحق دستوري بدل من التضييق عليه بوسائل مختلفه. ثانيا ايجاد صيغه قانونيه تنظم القطاع بصفه نهائيه بدل من الدوريات والمراسم الوزاريه. كيديروا دوريات كيقول غادي نلقاو هذا الملف غادي نشوفوا العام الجاي، العام الجاي من الجاي غادي تلقاني كما نقولوا حنايا غادي تلقى هاد الناس كامله تلقاهم في حيدان ما عندك ما نفعتوه. إذا كان شي حلول نلمسوها درك، ما عندنا باقي لنا شويه في القابسه نتاع الاكسجين باش نقدروا نوصلوا فوق السطح نتاع الماء. بصح إلا زدنا شويه فوق الطاقه ديالنا كلشي راه قابل للغرق. لهذا كنطلبوا حلول ملموسه، حلول اللي يبداو بها ويحطوها واحد الملف اللي مستعجل لا قابل للتاخير، لان راه المساله لا يحمل عقباها. الى زدنا هكا شهرين ولا ثلاث شهور الله اعلم، ونطلبوا يكون لنا بعد العسر يسر. ثالثا توسيع رابعا المطالبه المليحه بتسهيل اجراءات انشاء التعاونيات الخاصه بالشاحنات ودعمها من طرف الدوله عبر ايجاد مقرات لاوراش العمل. خامسا ضروره اعتماد الغاز المهني المدعم. بغينا احنا سمعنا من ناس مسؤولين ومن حكومه من السيد بن كيران شخصيا سمعنا بان او دير غيتزاد في المازوت، ولكن هاد الناس اللي كياكلوا المازوت بواحد المفهوم وبواحد الهضره ديالنا كياكلوه بواحد النسبه كبيره راه غتكون واحد يد المساعدات نتاع الحكومه. حنا هذيك الكلمه بغينا نلبسوا هاد يد المساعدات اسيدي. ايجاد حل للاحكام المجحفه الصادره في حق المهنيين. الناس اللي راهم عندنا في الحبس دارك السيدة كان بكر غادي يخدم اسيدي ودار حديثة، قدر الله واش هاد السيد لقيتوه سكران حكموا عليه، لقيتوه كدا لا، بصح هاد السيد غادي بمال ورد الله. ومني كتمشي تناقش هذا الامر كيقول لك ناس نتاع النقابة من قبلكم راه مصادقوا على هاد الشيء وراه موافقوا عليه. هاد الناس إلا ذبحونا تكملوا علينا نتوما، إلا كتشوفوا هاد الأمور عقلانية ويتقبلها العقل أو تناقشوها معانا مهما كانت الظروف اللي دفعت باش دار هاد القانون. وإلا شفتوها ماشي منطقية قولوا لنا ماشي منطقية، هذا هو السؤال المطروح. وكنطلبوا تمويل القطاع الشاحنات الكبرى والصغيرة لإنقاذه من الإفلاس، لأن منا من هذا المنبر كنقولوا بأن وأنا نيابة عن أصحاب الشاحنات المهنيين كنقول بأننا راه حنا في واحد المعاناة وكنطلبوا المساعدة لا من أي واحد عنده واحد الفكرة اللي تفيدنا، غير فكرة تفيدنا يجي يقولها لنا باش نقدروا نخرجوا من هذا الآخر. هاد الناس كانوا اللي كنهضروا عليهم كنقولوا أرباب الشاحنات وكنقولوا هاد الناس تاع القطاع ديالنا وصحاب الكيران الطاكسيات، ملي كنقولوا أرباب الشاحنات نقطة نوقفوا عندها كنقولوا الأعيان تاع المدن، الناس تاع الهمة، الناس اللي كانوا كيعاونوا في القرح وفي الفرح. حتى ولا الراجل اللي كان كيعاون في القرح والفرح حتى هو باغي يتسلف. يعني المسائل راه كبيرة واللي راه جاي راح متخوفين منه، وحنا دائما مؤمنين بالقدر خيره وشره، ولكن ربي كيقول لنا سبب عبدي وانا نعيد. الإشكالية حنا ما كنسبوش، حنا ما كنرضاوش ببعضياتنا، والمشكل حنا اللي تجمعنا تما فين كنكونوا عاد مزيانين، بصح التفرق ديالنا هو اللي كيدلنا. وهذا الشيء اللي كاين واللي كنقول لكم، وهو ما يكونش هذا المجمع ديالنا كسابق الاجتماعات، نحاولوا نخرجوا بواحد النتيجه. ولاول مره انا كنشوف واللي لمستو ان الناس تاع القطاع هما اللي نادوا يهضروا على هذا القطاع. ملي كنلقاو الناس تاع القطاع كيهضروا على القطاع ووصلوا المسؤولين هذه الفكره، ومني كيكون النقاش كيكون هذه مساله مبدئيه كنقولوا لها واحد المساله اللي الحمد لله عليها وصلناها هذه من الخير.
ولكن هذا الشيء ما كيخليناش من أننا نخرجوا نكتفوا يدينا، يخلينا من أننا نخرجوا نشدوا الأفكار ديالنا ونشوفوا دراسة حالة السوق ونشوفوا بزاف الحوايج اللي علينا واللي لينا، من نوصلوا نعرفوا اللي لينا واللي علينا غادي نكونوا على يقين غادي نخرجوا مع هذه الأزمة. وسمحوا لي أنا طولت عليكم وهذا الشيء اللي كاين، وتحية نظرية. أشكرك على هذه الشحنة الصغيرة ديالنا، صراحة هذا الرئيس هذا